يلا السؤال اللي بعده. جد البعد بين المستقيمين المتوازيين، نحكي الفكرة. أول شيء مثلا خلينا نعتمد أنه هذا هو المستقيم اللي احنا بنجيب منه من ألف وباء وجيم حسب القانون. فبالأول إذن لازم أنقل كل شيء للطرف اليمني، فبصير معادلة الخط المستقيم هيك 6 سين ناقص 8 صاد ناقص 3 يساوي 0، ومنها ألف تساوي 6، باء تساوي سالب 8، جيم تساوي سالب 3. هاي أول قصة خلصناها. ضايل نطلع نقطة تنتمي لهذا الخط أو تقع على هذا الخط. أسهل طريقة تجيب فيها نقطة إنك تحط مكان سين، يعني تعوض سين بعدد وتطلع قيمة صاد. لو حطينا مثلا سين صفر، ها 3 في صفر صفر، بطلع 4 صاد يساوي سالب 5. منها بطلع عندي يعني هون لما نحط سين صفر بطلع صاد قديش؟ اللي هي كرة الصاد 4 صاد يساوي سالب 5، ومنها صاد صاد سالب 5 على 4. نعتبر هاي سين واحد وهاي صاد واحد، ونطبق قانون المسافة بين نقطة وخط مستقيم اللي تعلمناه. هسا ممكن واحد يقول لي طب ما هي الكسور هيك صارت صعبة، ممكن يعني يصير فيها نوع من الصعوبة، لكن انت ممكن تجرب مثلا قيم اللي تخلي ايش ما يطلع معاك كسور، اللي ما يطلع معاك كسور. على سبيل المثال لو حطينا مكان سين واحد لا برضو بيطلع كسور، لو حطينا ثلث طالع كسور لحاله. العموم مش قضية هل يطلع كسور.